आंख मेरी सो सवारी तो सवारी लड़ लड़ जावे, ओ जिस देख दिल मेरा पीछे पीछे पड़ पड़ जावे। हे दिन में ये तेरे घर कहीं और गुजरे ये रातें, करना जो तुझी दफा पहली बार कर कर जावे। ركز معايا جدي، ادي لك الكونسبت وبعد كده ايه نقول القوانين بتاعتنا زي ما احنا متعودين. دلوقتي احنا قلنا الفكره في اول السكشن خالص اللي قلتها، ان البايل عندك بياخد الكاباسيتي بتاعته منين، ان هو بيحاول يعمل سيتلمنت مختلف عن التربه اللي حواليه، فالتربه اللي حواليه بترد عليه بتعمل له كاباسيتي، صح؟ فايل عندك هنا عايز ينزل بهبوط معين، عايز ينزل مثلا البنسون، والارض هنا مش سامحاله غير بواحد صمت، فنتيجة الاختلاف ده ايه اللي هيحصل؟ فريكشن. برافو. الفرق 1 سم ده هيحصل بسببه فريكشن على جسم البايل. طب تخيل معايا، تخيل مثلا لو دي بقت 2 سم البايل ده، ودي كمان 2 سم، هيفضل ينزل مش هينزل 2 سم. ايوه، الكباسيتي بتاعت البايل ده تبقى بكام؟ فكر فيها بس، يعني دي نفسها 10 سم. ايوه، زيرو، صح؟ زيرو. تاني سؤال، لو الهبوط بتاع الباي بتاعك 2 سم والسويل عندك هنا عملت 1 سم هبوط، الباي ده هيبقى عنده كباسيتي ليه؟ الارض حواليه مش سامحاله بالهبوط اللي هو عايز يعمله، فهتخليه ماسك في الارض. طيب لو افتراضا ان الارض دي هتنزل 2 سم والباي هينزل 2 سم، يبقى الكباسيتي هنا بتاعت البايل بكام؟ بزيرو، صح؟ بزيرو. ليه؟ لان كلهم عملوا حركه واحده، كلهم عملوا حركه واحده، يبقى البايل ما خدش كباسيتي، هو نزل مع الارض معاهم كلهم، خد ال 2 سم بتوعه. طيب لو الارض هنا هتتحرك 1 سم، ركز معايا بقى، وهنا في لودز، وركز قوي على كلمة هنا في لودز، هتخلي الأرض هنا تهبط مثلا 4 أو 5 سم، إيه اللي حصل؟ أيوه، بقى الهبوط بتاع الأرض أكبر من الهبوط بتاع الخازوق، فبقت الطبقة اللي فوق دي مين اللي شايل مين؟ الخازوق اللي شايل الطبقة ولا الطبقة اللي شايل الخازوق؟ برافو عليك. الخازوق هنا بقى شايل الطبقة، وتحت البايل هو اللي شايل الطبقة ولا الطبقة اللي شايل البايل؟ كده انتوا فهمتوا الدنيا ماشية ازاي؟ زي الفل كده زي الفل. هنا الهبوط هنا بقى كبير قوي، والبايل هنا مش هيهبط، هو البايل واقف اهو، والسويل جنبه هنا هي اللي بتهبط. ايه اللي هيحصل في البايل ده؟ السؤال اهي، والبايل ثابت، ايه اللي بيحصل في البايل؟ الارض اهي ده البايل، البايل ثابت والارض هي اللي عماله تنزل، يبقى الارض دي بتحصل تعمل ايه على البايل؟ عايز تنزله، بتعمل عليه ايه؟ لود زياده، صح؟ ليه؟ عشان الحركه هنا اكبر من الحركه بتاعت البايل، لكن تحت البايل ب2 والارض ب1، فالبايل بيعمل ايه؟ بيتحرك، فمين اللي بيسنده؟ التربة. يبقى اللي السيتلمنت بتاعه اقل هو اللي بيسند التاني. فهمت الحته دي؟ فهمت؟ طيب ده كده الكونسبت بتاع الايه؟ النيجاتيف سكين فريكشن. حضرتك بقى بتاخدها ازاي في المنهج؟ لو انت عندك الطبقه العلويه دي سوفت كلي او فيري سوفت كلي، سوفت او فيري سوفت، او حاجه اسمها بيت او فيلم رب بيت، البيت ده اللي هو الفحم قبل ما يتكون، البيت
او الفيل او السوفت او غير سوفت كلاي. لو عندك اي طبقه من الطبقات دي، الطبقات دي ما بتتحسبش في الاسترينث بتاع البايل بتاعك او الكاباسيتي بتاعت البايل بتاعك، ولكن الطبقات دي بتتاخد حاجه اسمها نيجاتيف سكين فريكشن. بناخد الطبقات دي كنيجاتيف سكين فريكشن. في الامتحان مش هيقول لك، في الامتحان مش هيقول لك، هيغفلك، هيجيب لك سوفت او غير سوفت، هيكتب لك بيت او فيل وهيسيبك، وانت اللي بتحسب نيجاتيف سكين فريكشن. لو مش عايزك تحسب نيجاتيف سكين فريكشن هيقولها لك صريحه، نيجلكت النيجاتيف سكين فريكشن. تاني، في الامتحان مش هيقول لك احسب نيجاتيف سكين فريكشن، هيسيب لك الطبقات كده فيري سوفت او سوفت بيت او فيل. او لو هو مش عايزك تحسب نيجاتيف سكين فريكشن هيقول لك نيجلكت او اجنور النيجاتيف سكين فريكشن اللي عندك. تمام؟ طيب ازاي بقى بحسب النيجاتيف سكين فريكشن؟ لو الطبقه دي اسمها ايه دي؟ بي ال ان 1 مثلا. لو انت شغال على سنجل بايل هزوم مفرط في الكلاي، الاف ان الفريكشن نتيجه النيجاتيف سكين بتاعك بيبقى عباره عن الفا سي يو ال ان في البي ار. ايه الالفا فاكتور؟ تقريبا قيمته بنص السي يو الاندرين شير ستريف، ال ان الطول بتاع او ارتفاع الطبقه، البي ار البريمتر، البريمتر او السايد اريا بتاع الشافت او البايب بتاعك. فيها المشكله دي؟ تمام. لو في سان هيبقى النيجاتيف سكين فريكشن كالتالي: الجامه بتاعتك مضروبه في ال ان ساند او فيل، يعني ساند او فيل مضروبه في الكي نوت اللي هي كانت بتساوي 1 ناقص ساين باي، مضروبه في تاني الدلتا اللي هي عباره عن فولتين الفاي، مضروبه في ال ان في البي ار. في مشكله؟ فيها مشكله؟ هي بالظبط زيها زي لما كنت بتحسب الكاباسيتي بتاعت السنجل بايز. الكي كي نوت واحد من الساين باي كي نوت، مش كي اكتف، كي نوت واحد زي الساين باي واحد ناقص ساين باي. الجاما اليونت ويت بتاع الفيلم، اليونت ويت بتاع الفيلم، البيت البيت زيه زي الكلي، الكل زيه زي السن. ماشي ماشي. طيب ده كده لو انت بتحسب سنجل بايت. لو هما جروب، لو هما جروب بتاخد الماكسيموم من الاثنين دول، الماكسيموم من الاثنين دول، يا بتاخد الام مضروبه في الاف ام اللي انت حسبتها من السنجل بايت، او السي يو ال ان البي ار جي زائد الجاما ال ان في الاي جي. السي يو انت عارفها وال ان انت عارفها، بي ار جي البريمتر، البريمتر اللي محاول البايل جروب بتاعك قدام مسافه التربه، البريمتر الاسود محاول البايل جروب بتاعك اللي هو في المساله اللي فاتت كان 3.9 في 3.9، والاي جي هو الاريا بتاعت البايل جروب بتاعك. نعم. البي ار جي البريمتر بتاع البايل جروب من بره لبره محيط. الاي جي الاريا بتاع البايل جروب بتاعك. تمام؟ فيها مشكله؟ ممكن يبقى النيجاتيف سكين فريكشن مالتي لايرز، يعني ممكن يجي لك طبق في بيت طبقه في فيلم. تمام؟ طيب بعد ما حضرتك جبت القيمه بتاعة النيجاتيف سكين فريكشن هتعوض بيها ازاي في المساله؟ بلاش كلام، قدامك طريقين، طريقين تعوض بالنيجاتيف سكين فريكشن في المساله. يا بتروح تجيب الكيو الاو، وبعد ما تجيب الكيو الاو تروح تجيب الكيو سيف اللي هي بتساوي كيو الاو ناقص النيجاتيف سكين فريكشن. ده حل.
يرفع اللوز جلوز مثلا عندك الواي بلود زائد ديد لود زائد نيجاتيف سين فريكشن جاي على الفايل عندك وتقارن كل ده بالكيو الاول بتاعك صعبه مفهومه اوكي تاني ازاي بتاخد السكيل فريكشن عندك في المساله ازاي بتاخد السكيل فريكشن في المساله طريق ايه يا تطرحه من المقاومه بتاعت الفايل يا تضيفه على اللودز اللي جايه بتاعت العمدان لو هتضيفه على اللودز العمدان اللايف لود الديد لود زائد النيجاتيف سكيل فريكشن وبتقارن الرقم ده كله بالكيو الاوت بتاعت الفايل لو انت هتطرحه من الكاباسيتي بتاعت الفايل دي كيو سيف بتساوي كيو الاوت ناقص النيجاتيف سكيل فريكشن اللي جاي عندك سهلة ولا صعبة؟